اهلا بيكم في قناة عم محمود المنجد. بص يا جماعة، الشغل ده لسه جاي، تمام؟ هيقول لنا عليه عم محمود، تمام؟ فدي ركنة ايه؟ ركنة جاية ايه برضه؟ هيقول لنا عليها، تمام؟ زي ما انتوا شايفين، هنوريكوا شكل الركنة بعد ما تخلص. وادي ركنة ايه تاني اهي، تمام؟ كملت الركنة يعني، وهنوريكوا الشغل اللي جاي نظامه ايه، تمام؟ وهنعمله خلاص، هنقول لكم خلاص، هنوريكم بقى. انا عم محمود. ازيك يا عم محمود؟ هو نظام الشغل ده ايه اللي موجود عندك؟ دي ركنة لسه جاية اهي. تمام، دي الركنة اللي احنا شفناها. دي خط تانية. دي نظامها ايه يا عم محمود؟ هتعمل فيها ايه؟ دي نظام ان هي جاية تتجدد. جاية تتجدد؟ تتجدد، هيتركب لها كسوة. هتتجدد، تعمل لها كسوة وتتشد. شد، فهي بتبان عندكم دلوقتي. عندكم دلوقتي وهي حاجه مش مؤثره، اتفرج عليها لما تخلص تبقى حاجه تانية. اتفرجوا عليها يا جماعه بعد ما تخلص، هنوريها لكم برده على القناه. تمام، ده منظره اهو، انتوا زي ما شايفين. هو الزبون جايبها كده يا عم محمود، هو الزبون جايبها كده اهو. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، لسه نازله حاجه، لسه نازله. كده الخشب القديم احلى من الجديد. الخشب القديم احلى من الجديد. طبعا الخشب الجديد دلوقتي، طبعا كل حاجه قديمه احلى من الجديد. اللي طالع هو الزبون بيقول لك انا عندي الحاجه القديمه بجددها بتبقى حلوه. تمام، زي ما تشوفوا كده، ادي هي ركنه اهي، دي ركنه هتتجدد قدامكم، وابقى اشوف الشكل بتاعها. والتانية احنا وريناها لهم برضه. ودي ايه ده؟ ودي كراسي سفره. دي كراسي سفره. وده ايه ده يا عم محمود؟ ده نظامه ايه؟ دي سلاسل، هيتنجد. دي سلاسل، دي كده سلوم جايبها. خلاص، هو زي اللي بالشكل، عايز يغير الشكل. عايز يغير الشكل، يغيره ازاي؟ ما طبعا بيجيب قماشه وسفنج وبنغرزها. تمام، فانت تتفرج عليه، انت عليه باين قدام لكم وهي معموله كده. تمام، وبعد ما بتخلص بتشوفوها. بعد ما تخلص هيوريها لنا. فاحنا بنوريها لكم وهي اي شغل بيجي احنا بنوريه لكم. بنوريكم من البدايه. بنوريكم هو قديم وبنوريكم هو جديد. بنوريكم من البدايه، من هو قديم وهو جديد. بعد كده اما يتجدد. انتوا شايفين حاله الركنه يعني، مش بصوا عامله ازاي؟ بصوا بقى لما تتجدد هتبقى عامله ازاي؟ زي الركنات اللي احنا وريناها لكم. ودي الركنه ايه بقى؟ دي الكراسي بتاعت السفره ديت. دي كراسي كده جايه تتجدد. دي الكراسي برده جايه تتجدد معاها. تمام. بص. تمام. شكل الكراسي يا جماعه، بصوا عامل ازاي؟ بصوا الكراسي. ايه ده، هو جاي كده يا عم محمود؟ جاي كده. خلي احنا هنظبطه، هنظبطه لك، خليه زي كده ونروق عليه. تمام، ماشي. واحنا بنوريه لكم هو ده الشغل اللي هو اللي جه، بنوريه لكم يا جماعه عشان تشوفوه ايه في الحلقات اللي جايه معانا. فانتظرونا ودعمونا في القناه واشتركوا عشان تشوفوا الشغل الجديد. ماشي ماشي، يلا، سلام عليكم.